يسعدني اللي يكون معايا النجمة المتألقة دائما اللي الحقيقة النهاردة تستحق جوائز كتير قوي، عبير صبري، بقول لك منوره الدنيا كلها. ميرسي، ربنا يخليك. ميرسي. طبعا زوجك المحترم دكتور ايمن البياع بقول لحضرتك منور الدنيا كلها. شكرا، الله يسلمك يا رب. تسلم. عبير، بنستقبل 2020 بتكريم مهم من الدير جيست، احساسك ايه بقى النهارده؟ مبسوطه الحمد لله، متفائله وفرحانه. تكريم عن ايه بالظبط؟ عن اسمتي ونصيبك. مسلسل مختلف وكسر الدنيا. بصراحه هو كل اجزائه يعني جماهيريا كان ناجح جدا. شايفه اختلاف الابطال في كل قصه ده بيديلك باور اكتر وحماس اكتر انك تنافسي زمايلك؟ يعني بص، انا ما بفكرش في موضوع المنافسه، انا بنافس نفسي. يعني انا كل دور انا بنافس نفسي بس، ماليش دعوه بحد. يعني دكتور ايمن بتقول لها ايه النهارده بقى وهي بتتكرم؟ بقول لها مبروك وان شاء الله من زايد لازيد ان شاء الله. يعني حريص دايما انك انت تكون معاها في كل لحظاتها الجميله. اكيد اكيد طبعا. خرجني.